أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟ إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم قبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا رب فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. صدق الله العظيم.